والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله أكبر.
ولله غيب السماوات والأرض. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يا سلام، الله أكبر. وجعل لكم السمع أبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يا سلام عليك، الله أكبر، الله أكبر. ألم تروا إلى طير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهوركم ويوم إقامتكم. الله
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم يا سلام الله الله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم وجئنا بك وجئنا بك شهيدا الله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ويوم نبعث في كل شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا وجئنا
بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يا سلام يا وجئنا بك شهيدا على أولى ونزلنا عليك كتاب تبيانا ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدريك ما الطارق؟ النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراهم إنه على يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.